أهلا بكم. أورد شهود عيان من مدينة سيدي بوزيد في اتصال مع الجزيرة أن مداهمات جرت مساء اليوم في أحياء بالمدينة مع دخول الاحتجاجات الاجتماعية يومها الخامس في المنطقة، في حين أوردت مصادر أن الهدوء بدأ يعود للمنطقة أظهرت شهادات وصور تم تداولها على الإنترنت انتقال المسيرات الاحتجاجية إلى مدن أخرى من بينها الرقاب. كما ذكرت مصادر نقابية أن شبانا غاضبين خرجوا للشوارع مساء أمس بمدينتي المكناسي ومنزل بوزيان، فيما يستمر حشد قوات الأمن في المنطقة. تتواصل المصادمات والاحتجاجات التي رفعت شعارات مطالبة بالحق في التنمية والتشغيل منذ إقدام شاب من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل على حرق نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد صبيحة الجمعة الماضية، احتجاجا على منعه من بيع الخضر في سوق المدينة من قبل أعوان البلدية. وفي أول تعليق رسمي على الأحداث صدر بعد 4 أيام من المواجهات الأمنية، نقلت وكالة الأنباء الرسمية يوم أمس عن مصدر رسمي لم توضح هويته قوله إن الشاب المعني كان يمارس نشاطا تجاريا في مكان غير مرخص فيه وسط مدينة سيدي بوزيد، ورفض الامتثال للقوانين، ومع تمسك الأمن بتطبيق القانون أقدم الشاب على حرق نفسه. وعبر هذا المصدر الذي لم يكشف عن الجهة أو لم يكشف عن الجهة أو الوزارة التي يتكلم باسمها عن الأسف لما وقع، ولكنه استغرب ما أسماه محاولات أطراف الانحراف بهذه الحادثة التي وصفها بالشخصية والمعزولة عن سياقها الحقيقي لأغراض سياسية. وأصدر نقابيون بمدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد بيانا عبروا فيه عن إدانتهم للإجراءات الأمنية التي قالوا إن السلطات توختها في مواجهة احتجاجات سيدي بوزيد من عسكرة للأوضاع وسجن للمواطنين بالمواطنين في السجن. وأشار البيان الصادر عن الاتحاد المحلي للشغل بالرقاب إلى ما وصفه بتفاقم ظواهر البطالة والبؤس وما ينجر عنها من مشاكل اجتماعية وانحرافات. طلب البيان بانتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية تمكن أبناء سيدي بوزيد من نصيبهم من التنمية، واعتبار كل مناطق سيدي بوزيد ذات أولوية في التشغيل والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشاب محمد بوعزيزي الذي أحرق نفسه قبل أيام، وإجراء تحقيق عاجل ونزيه في ملابسات إحراقه نفسه وتحميل المسؤولية لمن سماهم المتسببين الحقيقيين. من جانبه أعرب حزب العمل الوطني الديمقراطي في تونس غير المعترف به عن رفضه للحلول الأمنية التي قال إنها لن تفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان وانسداد الآفاق. ودعا بيان لحزب العمل الوطني في تونس إلى الاستماع إلى مشاغل مواطني سيدي بوزيد وإلى حل مشاكل البطالة المتفاقمة، كما دعا السلطة لتوخي حوار معمق مع القوى المدنية وتبني سلوك سياسي انفرادي. من جهة أخرى قال عادل الشاوش النائب عن حركة التجديد المعارضة في تونس، قال إنه أثار في تدخل له أمام البرلمان اليوم تطورات الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد، وقال إن ما يعتبره أخطر من تطورات الأحداث هناك هو حالة التعتيب التي يتم وفقها التعامل مع الموضوع. هذه قضايا حقيقية، هناك تفاوت جهوي، هناك مشاكل للتنمية الجهوية، هناك بطالة وخاصة أصحاب الشهائد العليا. القضية موجودة ولا بد من الاعتراف بها، ولكن ما اعتبرته أخطر من وجود المشكلة في حد ذاتها هو طريقة التعاطي بالتعتيب، وكأنه البرلمان التونسي هو مؤسسة تشريعية المفروض أن يكون من الصدى للمجتمع ويصير على الواقع بتاعه. البرلمان في واد والواقع في واد. وقلت في هذا الصدد أن التونسيين جميعهم بما فيهم نحن أصبحنا نتابع أخبار بلادنا في القنوات الأجنبية. ولمتابعة تطورات هذا الموضوع معنا من مدينة الرقاب قرب سيدي بوزيد يوسف الصالحي وهو شاهد عيان. يوسف، في البداية من حيث تحدثنا من الرقاب التي قيل اليوم إن الاحتجاجات امتدت إليها، كيف تصف لنا الوضع الآن؟
الوضع الآن هناك تحركات ومداهمات في مدينة سيدي بوزيد وكذلك في مدينة بن عون تبعد 40 كيلومتر غرب مدينة سيدي بوزيد. واليوم انطلقت مسيرات جماهيرية في منزل بوزيان والرقاب، وذلك احتجاجا على ما الأحداث التي استمرت لمدة 5 أيام. نعم يوسف، هذه الاحتجاجات التي قلت إنها انطلقت أو انتقلت وامتدت إلى الرقاب ومنزل بوزيان والمكناسي، هل كان انتقالها عفويا أم منظما؟ هناك أطراف معينة تسهر على تنظيم هذه الاحتجاجات وانتقالها إلى أماكن قريبة من سيدي بوزيد. الانتقال هذه التحركات فهو احتجاجا على معسكرة المدينة ومحاصرة أبنائها وعلى الموقوفين تعسفا. نعم فهمت أنه احتجاجا على ما حدث، لكن هل كان منظما؟ يعني هل هناك تنسيق بين مختلف المدن، المكناسي ومنزل بوزيان والرقاب؟ يعني هل هناك تنسيق لتنظيم هذه الاحتجاجات أم أنه عفوي؟ أنه عفوي عفوي، لكن الأطر النقابية هي التي أثرت تلك الاحتجاجات حتى تكون في مستوى الحدث وتكون منظمة و ذات بعد سلمي وحضاري. وما هي الشعارات والمطالب التي يرفعها هؤلاء المحتجون إن كان في الرقاب أو في مناطق أخرى؟ في الرقاب رفعت شعارات تطالب بالحق بالشغل، تطالب بالعدالة الاجتماعية، تطالب بالتنمية المستديمة، تطالب بحرية التعبير، بحرية التظاهر، بالحق في العيش الكريم، هذه بتشغيل واجب يعني لكل العاطلين العمل وخاصة أصحاب الشهادات العليا. يوسف، الشعارات. يوسف كيف تتعامل السلطات هناك مع المتظاهرين؟ قوات الأمن ما حجم تعزيزها هناك؟ في الرقاب كانت المحاضرة المسيرة السلمية لم تواجه من قوات الأمن وقد تعاملت معنا بسلوك حضاري، وكان المتظاهرون منظمين تحت إشراف الاتحاد المحلي للجهوي للشغل بالرقاب، بينما كذلك في منزل بوزيان، بينما المسيرات الشعبية في أحياء سيدي بوزيد فهي انطلقت ليلا تحركات ليلية. يوسف نعم يوسف، شكرا جزيلا لك. يوسف الصالحي شاهد عيان، كنت معنا من مدينة الرقاب بسيدي بوزيد تعليقا على الاحتجاجات هناك. ينضم إلينا أيضا من تونس المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. سيد المولدي، بداية هل قمتم باتصالات مع السلطات الرسمية وهل تلقيتم ردا إذا قمتم باتصال؟ على المكالمة الهاتفية هذه باش نعبروا على موقفنا من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول هذه القضية الهامة والتي تندرج ضمن أهداف الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال الدفاع عن الحريات العامة والفردية والإحاطة بالحركات الاجتماعية، لأن هذه المنظمة كما تعلمون هي تساعد على بلورة جملة من البدائل وتعزز موقع الاتحاد. وفي أحداث سيدي بوزيد سيد المولدي، في أحداث سيدي بوزيد كيف تحاول منظمتكم بلورة حل للأحداث التي تشهدها المنطقة منذ 5 أيام؟ بالفعل نحن كنا في قلب الحدث وطبعا ميدانيين، نحن زرنا حتى الضحية في المستشفى الذي يرقد في مستشفيات واللي احرق نفسه على خلفيه هذا الموضوع، وتحولنا انا وزميلي عضو المكتب التنفيذي الاخ محمد الى مدينه سيدي بوزيد للمعاينه الموطنيه، وتعاملنا مع هذا الموضوع في الحقيقه منذ عده سنوات، منذ سنتين تقريبا كنا اعددنا دراسه حول التنميه بولايه سيدي بوزيد، وتهدف هذه الدراسه الى التثبت من سلامه الاختيارات التنمويه من خلال تشخيص الواقع الاجتماعي. وماذا عما يحدث الآن في سيدي بوزيد سيد المولدي؟ الأحداث التي تشهدها سيدي بوزيد منذ 5 أيام، كيف تساهمون أنتم كمنظمة أو كمكتب تنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في إيجاد حل لهذه الأحداث؟ كيف تتواصلون مع السلطات الرسمية إن كان هناك تواصل؟ فعلا هناك تواصل، احنا بالتنسيق مع الاطر النقابيه بالجهه بالاساس المكتب التنفيذي والاطارات النقابيه بجهه سيدي بوزيد
اليوم كان لنا اللقاء بالامس عفوا، اتصلنا بجميع الهياكل النقابيه وشخصنا الواقع وحددنا اهداف. الاهداف كانت ما هو عاجل طبعا هو اطلاق سراح الموقوفين على خلفيه هذه الحركات الاحتجاجيه، واتصلنا بالسيد والي الجهه منذ الصباح الباكر هذا اليوم. وهل لمستم ردا سيد المولدي؟ نعم. هل لمستم ردا؟ قلتم انكم اتصلتم بالوالي ونسقتم جهودكم مع النقابات الاخرى. فعلا لمسنا ردا مباشرا من النقابيين ورسمنا اهدافا عاجله وتتمثل اولا في اطلاق سراح الموقوفين والتنقيص من الامن، لانه هناك تعزيزات كبيره طبعا لحمايه مصالح المواطنين وكذلك طبعا للقيام بمهماتها، ونحن طبعا نجلب هذه الممارسات لانه العنف لا يولد الا العنف. شكرا لك. وفي الحقيقه شكرا لك. اتصلنا بالسيد الو. شكرا جزيلا لك المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل، كنت معنا من تونس العاصمه.